زيادة أجور القطاع العام. معنا من لندن مراسل بي بي سي عصام إكرماوي، مرحبا بك عصام. ما أهم ما جاء في هذا اللقاء؟ ركز ستارمر في هذا اللقاء، وهو أول لقاء يعني تلفزيوني له منذ تسلمه منصبه في بعد انتخابات الرابع من تموز يوليو الماضي. ركز على الملف الاقتصادي الذي يضغط بقوة على جدول أعمال هذه الحكومة. أيضا يعني كان تصريحات ستارمر التي تحدث فيها عن وضع الاقتصاد في بريطانيا منذ تولي منصبه كانت قاتمة، وهناك انتقاد له بأنه فشل في أن يعني يبعث الأمل في نفوس الناس، ودائما يتحدث عن أن الفترة المقبلة ستكون مؤلمة وهناك خطوات لن تكون شعبية ولن ترضي الناس وما شابه ذلك. والعديد من الناس ومنهم أعضاء في البرلمان من حزب العمال نفسه يقولون أنه عليه أن يكون أكثر يعني إيجابية في تصريحاته، لكنه دائما يتحدث عن أن الفترة المقبلة ستكون مؤلمة وأن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لا تريدها لكنها مضطرة لها. وطبعا هو يشير بإصبع الاتهام إلى حكومة المحافظين السابقة التي يقول أنها عجزت عن يعني الإيفاء بالتزاماتها وأنها تركت ما يسمى ثقبا أسودا في الاقتصاد بمبلغ 22 مليار جنيه استرليني. لذلك هذه الحكومة حكومة العمال عليها أن تقوم باستقطاعات وتخفيض نسبة الإنفاق العام من أجل تثبيت أو سد العجز في هذه الموازنة. من المتوقع أن تعلن الحكومة الشهر المقبل في آخر الشهر المقبل عن أول موازنة لها منذ تسلمها السلطة، وهذه طبعا يعني تبعت على القلق بالنسبة للكثيرين خاصة للمتقاعدين. الحكومة تقول إنها ستضطر إلى أن تقطع المعونة التي تقدمها معونة الشتاء لبعض المتقاعدين، وهناك إجراءات أخرى قد تلجأ إليها الحكومة تعتبر إجراءات مؤلمة وغير شعبية. وأيضا من المتوقع أن تصطدم مع نقابات العمال التي تريد الحفاظ على مكتسبات العمال والطبقات الفقيرة والمتوسطة. شكرا جزيلا لك من لندن مراسل بي بي سي عصام إكرماوي.